صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 62 لسنة 2024 بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة قطر، وذلك بناء على ترشيح وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى: يعين السفير محمد بن علي الغتم رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة قطر لقب سفير فوق العادة مفوض